السلام عليكم. اليوم سنستعرض خبر انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان. حسمت صفقة انتقال اللاعب المغربي أشرف حكيمي من نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي. ووصل صباح هذا اليوم أشرف حكيمي لإجراء الفحوصات الطبية في مدينة ميلانو لإتمام انتقاله إلى الفريق. وسيحصل اللاعب المغربي على راتب أعلى مما سيحصله كان في ريال مدريد وفي بروسيا دورتموند، لذلك فضل الانتقال إلى إنتر ميلان، كما أنه وعد في إنتر ميلان بأنه سيحظى بمركز أساسي. في المقابل زيدان رفض أن يكون أساسي على حساب اللاعب الإسباني كارفاخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة تفرجة استنبعات ومشاركة الفيديو، وشكرا.